أكلم إغلاق المدارس. أمام مقر ممثلية وزارة التربية في أربيل تجمع العشرات للاحتجاج على قرار وزارة التربية الاتحادية بإغلاق ممثلياتها في الإقليم. يخشى أولياء أمور الطلبة المعترضين على القرار أن مصير قرابة 150 ألف طالب نازح في الإقليم سيكون مجهولا في حال تم تنفيذ القرار وإغلاق مدارس الممثلية. والله الناس هنا كلها خطية مستقرة، اللي اتزوجوا هنا، اللي مستقرين، اللي نزحوا خطية وتبهذلوا، يعني 10 سنوات مو شوية هم تأقلموا على هذا الوضع، بعد رجوعهم مرة ثانية الحكومة تريد ترجعهم وتبهذلهم ليش؟ يعني أنت احسب حساب أنه أنت استقريت 10 سنوات بمكان وتأقلمت عليه وتعودت عليه، مرة لاخ ترجعهم المحافظات، المحافظات كلها غير آمنة. أنا إلي حلم، أنا إنسانة من الدم ولحم، أريد أدرس، أريد أعيش، أريد أتعلم. فأطالب وزير التربية ووزير السيادة وزير الوزراء بالتراجع عن هذا القرار، وحتى إذا ما تراجعوا عنه أريد يوفروا لي بالمحافظات، أي محافظة راح أرجع عليها أريد يوفروا لي بيت، مدارس، كل شيء أحتاج إلي. تدريسيون وكوادر إدارية كانوا ضمن المحتجين، وصفوا القرار بأنه مشكلة وليس حلا، لجهة أن مدنهم الأصلية التي نزحوا عنها تعاني أصلا عجزا في عدد المدارس، فكيف بعد أن يلتحق بها الآلاف من الطلاب وبشكل غير مدروس. وزارة التربية مأمنة رجوع العدد الهائل من الطلبة، هل المدارس موفرة مهيئة بالكامل بمحافظاتهم؟ حسب علمي جميع المدارس أو أغلب المدارس في محافظات القطر تعاني من نقص كادر تعليمي، وتعاني من زخم الطلبة، وبنايات متهرية غير ملائمة للتعليم. طيب كيف العدد الهائل يرجع إلى المحافظات مرة أخرى؟ اعتمدت وزارة التربية في قرارها على قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد 30 من تموز القادم موعدا لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، ويبلغ عدد مدارس الممثلية في أربيل نحو 166 مدرسة تحتضن 70 ألف طالب وتوظف أكثر من 4000 تدريسي وإداري ومشرف. الوقت لم يحن بعد لإغلاق ممثليات التربية ومدارسها في الإقليم، هذا ما يقوله المحتجون، ويؤكدون إنه لا يوجد استقرار في مدنهم الأصلية فضلا عن انسجام الطلاب هنا في مدارسهم. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.